كما قال سي طارق المسعودي، هي عديد من الأطراف المتداخلة، والنصيب الأكبر دائما للناس اللي خدمت، رئيس النادي، المدرب، المدير الرياضي واللاعبين طبعا. المدرب لطفي القادري موجود معنا في المباشر. كوتش أهلا وسهلا، تحياتي، ألف مبروك الصعود، وكل عام ضاري باش نقعد نعاودها لك هذه، نكلمك في المباشر نقول لك مبروك الصعود. تحياتي. تحياتي، مساء الخير مهدي، مساء الخير لطارق وطارق وكل مستمعين الإذاعة الوطنية. نبدا بارك سيد القراشي جرجيس سي منصف كان بون مشى وكان في اللايف معاكم. مبروك القراشي جرجيس الفريق العريق. الحمد لله، سعود عنده نكهه خاصه، قلتها انا في برشا تصريح، لانه الفريق اول مره يصعد للرابطه المحترفه الاولى، فريق عريق على مستوى التاريخ 80 سنه 81 سنه، لكن ما صافوش الحظ باش يصعد اثناء صعد اول مره. انجاز تاريخي للاداره وللاحباء تاع جيسو. يعطيك الصحه. موسم استثنائي. نحب نسالك سؤال، وقت اللي يكلموك، وقت اللي يكلمك بوحوش اول مره المدير الرياضي، قال لك يا سي لطفي القادري عن موسم السنة معناه نحبوا نطلعوا فيه مثلا، هل كنت تمن فعلا بإمكانية الصعود، خاصة أنه صارت لكم زادة بعض الإشكاليات على مستوى تأهيل اللاعبين في المرحلة الأولى، وظهر لي يا سي لطفي قعدت يعني بأربعة خمسة لاعبين كوادر ربما كانوا ينجموا يعاونوا، قعدت ناقص منهم، ثم في مرحلة الإياب تقريبا كما نقولوا دارت الماكينة بلغة الكرة ودخلوا الملعبية بمجهودات إدارة كذا كتب عام جديد. يعني في البداية كنت تمن، كنت مقتنع بإمكانية الصعود مع هذا الفريق العريق زادة راهو شبيبة العمر. افكتيفمون هو شوف، ثم حاجه تحسب للاداره ورئيس النادي عبد السلام بوحوش، انه حكاو برشا وبرشا توانسه في الاداريين يحكوا بلغه مشروع بروجي نتاع فريق، وتضيع تمشي في الماء معناها مع كل احتراماتي للفرق. انا كيف قعدت معاهم حكينا على مستوى بروجي، قال لك احنا فريق جديد في الرابطه المحترفه الثانيه، عملنا موسم استثنائي اسماء باش نلعبوا على الصعود. إذا كان جاء الصعود، نكون واضح معناها أحكي لك بكل صدق، الموسم هذا أوكي، ما جاش نبقوا في نفس الإطار الفني ونفس الملعبية ونشوفوا أخطائنا أون كاو. الحمد لله وفقنا ربي، وكما كنت تحكي أنت مهدي توا من الصدف، ربما رب ظهرة النافع. احنا في أول عام حضرنا فريق، عملنا انتدابات نتاع 10 ملعبية حضرنا بهم لماتش ميكو، لافين تاع اول مباراه نلقاو رواحنا محرومين من 7 منهم. وقع خطا اداري، دونك من 10 اهلنا الا 3. توكلنا بهم لعبنا، بون كانت بدايه صعيبه، لكن الحاجه اللي نفرح عنها انه الوليدات تضم امننا بهم، ما حطيناهمش تحت ضغط دوتيل فاسون اللي كملوا مرحله الذهاب في المرتبه الثانيه، نقطه على جندوبه. دونك ساعات نقولوا التجربة هي كانت اللي مودي من الواحد يتعلم. صحيح. أنه الملاعب التونسي كي يلقى ظروف باهي وما يلقاش ضغط، جو دي بيان ما يلقاش ضغط، فماش ضغط جماهيري، الناس الكل مقتنعة بالوليدات تضم، أعطيناهم ثقة. كما كان يحكي توا طارق على أحمد الباجي في الفترة الأولى، معناها لقى راحته هو وزملائه الكل، علي المشراوي، برشا أسماء مش معروفة، ما لعبتش برشا في الرابطة المحترفة الثانية، دونك عملوا إكسبلوا وخلوني أنا في فترة ثانية في إحراج. أنه سي انجوست وقت اللي فريق راهنت عليه انت باش يكون في المرتبه الخامسه السادسه، بكل صدق نحكي معك، يلقى روحه دوزيام، وبعد المنتدبين لانهم كانوا معنا طول العام راهم يتدربوا معنا، اجورهم خالصه لانه الغرفه مش منهم، انك انت تجي تكارتي الملعبيه اللي وصلوك للمرحله هذه وتدخل 7 جدد، دونك سي انجوست. حاولت انا تعاملت مع السيتواسيون بكل حنكه، ونعطيك سر انه الملاعبيه العشره هذوك ملعبوا منهم الا ثلاثه كوادر، اللي هما شهاب الزغلامي، ياسين الصالحي، والربعي فقط، عبد الرحمن الربعي وشهاب الزغلامي والصالحي، حمزه الربعي. حمزه شوف، هو هذا حاجه عجبتني كوتش في الفريق. انا تفرجت ربما في 3-4 ماتشات السنه لشبيبه العمران، متجانسه معناه جمعيه متجانسه بين الخبره وبين الملاعبيه الصغار. شوف قبيل العثماني زاد ما شاء الله عليه، زاد ملاعبي بصراحه عجبني برشا. هو يلعب مش في مركزه، هو اكسيال ويلعب تريسكا عام كامل بيفو، يلعب بيفو حارس المرمى منصر الصيد،
لهنا زاد تحياتنا زاد الاطار الفني كل اللي خدم معاك، معناها حتى ابو بكر حسال مدرب الحراس، اكيد انيس مطر باشا، انيس مطر باشا، حمزه خلفاوي اسمه المكي، امين مكي، هو العمل ما كانش فردي، كان عمل جماعي الحمد لله، وهذا رناها على ارضيه الميدان، معناها كي تشوف عملنا جمعيه ممتازه. اهم شيء انه كرويا تفرج، انا خدمت برشا في البي ونعرف انه ثم البروفيل نتاع ناسيونال بي اغلبه في تونس يعتمد على الجو ديريكت، دوزيام بال افون سونتر ستاسيون، احنا عملنا لي سيركوي بريفيرونسيال، وانا نكون سعيد جدا كيف نشوف في زوز مباريات الاخيره فقط بين جندوبه والشبيبه سجلنا 8 اهداف منهم 4 اهداف خدمه تمارين سيركوي بريفيرونسيال، تدخل الكوره على الاطراف سونتراج اون كورس اللي تفقد في كورتنا، تيت بلونجون والا ريبريز على فولي بالراس، دونك ثم ايكيب تلعب في الكوره، واهم شيء انه وصلت الفكره للاعبين يفك السيركوي بريفيرونسيال كيفاش يلعبوا، ما ثماش تسرع ما ثماش نقولوا احنا شخنا كوره شيخ كوره، اي بالحق لا الاسلوب كان ممتع سي طارق الحذيري تاع الكوتش لطفي القادري. بالله سامحني ساعه قداش الصعود هذا السادس عموما الخامس الخامس والثالث على التوالي، الثالث على التوالي هذه الحاجه اللي مرسى فرحان بها، انه نقولوا احنا في كارييري ريكور انه صعيب باش تعمل في الملعب التونسي ثم المرسى وسلاش ياسو. ايوه ممتاز جدا. أي. سي لطفي مرحبا بك ساعه اول حاجه. اهلا سي طارق شحوالك؟ والله الحمد لله سي لطفي ومبروك على الصعود كما قلت انت وكما قالوا الناس الكل، يعني ما صعود تاريخي بكل امانه، ما صعود ما فماش ما احلى منه كما نقولوا نحن في كره القدم، خاصه في الوضعيه اللي نتاع فريق معناها كما نقولوا نحن باسمه في المعروف في المنطقه ذيك، لكن فما برشا معناها برشا ناس ما تعرفش التعب وما تعرفش القيمه اللي قمت بها، خاصه الثلاثي رئيس النادي والاطار الفني وعبد السلام بوحوش، معناها قمتوا بعمل كبير برشا، وهذا معناها حاجه مهمه جدا، وانه نلقاو فريق من المنطقه نتاع جبل الاحمر معناها موجوده في الناسيونال ا، مش نلقاو مش تعطي شارم كبير ومش تولي فيها ممكن فما حتى دربي بين العمران والملعب التونسي، وبين معناها مش تكون فما شارم اخر في الكوره، ولو انه فما مشكله ملعب، يبدو الملعب غير مؤهل، ربما يلعبوا في زويتن، ان شاء الله احنا يلقاو حل، وان شاء الله معناها ولاد جبل الاحمر المنطقه هذيك اللي تعج بالكفاءات وبالمواهب وكل شيء يتمكنوا انه بالحق ملعبهم يكون معناها جاهز وحاضر ومؤهل باش يكون فرحه فرحتين بالنسبه للفريق الكبير هذا. انا سي لطفي حبيت نسالك سؤال وحيد، انت تعرف وانه الملعبيه اللي موجودين عندك الكلهم على ذمتك، معناها معظمهم جايين من المنطقه نتاع جبل الاحمر وكلهم جايين من 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 معناها من شبان الترجي والنادي الافريقي والملعب التونسي والفرق هذيا، معناها خلقت جمعيه ممكن معظم الفنيين الكل يحكيوا عليها، وانت زاد بيدك قلتها وان فنيه تكنيك، فريق تكنيك يعرف يلعب كوره، شنو معناها حبيت نسالك شنو بعد التجربه هذيا شنو اللي انت تتصور الفريق نتاع العمران وين مش يوصل في وهل ستواصل مع الفريق؟ اي باش نربحوا الوقت، زوز اسئله تفضل. ماشي نبداك بالسؤال الثاني، ان شاء الله باش نواصل مع الفريق. رسمي هذا. رسمي ان شاء الله. ممتاز. رسمي شوف ثم ظروف عمل مريحه، الاداره مقتنعه بعمل الاطار الفني الكل، مش لطفي القادري الكل، بالاطار الفني. يعطيك الصحة. ولطفي القادري زاد فرحان باللي كونديسيون نقول انا ظروف العمل. هذا السؤال الثاني. بالنسبه للفريق والله انا قلت كلمه انا جبر ابل بيان بديت نكبر شويه في الكوره، الفريق هذا يذكرني بالسي او تي نتاع نهايه ديزاني 80 دي ديزاني 90، ليكيب تكنيك جينيراسيون نتاع اليحمدي نتاع الهنشيري الشيحي المساكني المساكني ابو بكر زيتوني معاهم وقتها زيتوني فوالا ستي ليكيب تكنيك ما نخجلش كي نقول فورماسيون صحيح ثم اللي عاملين فورماسيون في كيبات كبار لكن طابع الحومه الاكستيريور ديفلوبي الانتيريور كاليتي دفاع ثم لي سيدويتي تكنيك حلوه برشا اللي تخلي ان شاء الله اذا كان واصلوا بالعمل هذا باش نشوفوا فريق يوري كوره ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق مهم جدا هذا وان شاء الله كل فرق تمشي
بالحكايه هذه والنقص والضغط. انا خرجت زاد بحاجه اخرى باش نطول عليكم بالتجربه نتاع جي اس او سنا، انه الملاعب التونسي ما نجمش الضغط الكبير نتاع وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. احنا ما عندناش ضغط في العمران سنا، دونك كيف تشوف الكاليتي جو وحتى الاكسبلوا انديفيديوال نتاع الملاعبيه تحس متحرين. ممتاز. لعب في فرق اخرى تحس اللي ساعه ساعه الملاعبي تسال علاش ما كملتش انت لونشينمون هذيك، والكل اول ريبونس يقول لك خفت. واضح هذا ما فيش ضغط معناها، والعلاقه ممتازه بين الجماهير. ما لقيتهاش في الملاعبيه هذوما اللي يلعبوا في حدود نقولوا احنا ديسيبلين تكتيك وعملوا انديفيدواليتي. يعطيهم الصح. اقعد معايا كوتش، اخر سؤال بعجاله طارق مسعودي لانه الوقت انتهى. تفضل كوتش. مبروك. مش نسالك على احمد الباجي هنا، شنو هو اللي تبدل؟ شنو هو اللي في كاسيتي؟ هو جاوبك راهو جاوبك. لا لا معناها بيرسونيلمون على احمد يعني خدمه معاه خاطر ولده. اي خاطر يعني 66% 14 و10 لا دي ستاتيستيك ماهوش موجودين في الرابطه الاولى مثلا ظهر لي ما فماش. هو هداف المجموعتين ديجا. يعطيك الصحه طارق. تفضل كوتش. تقريبا شوف سينالو بالكاس ظهر لي ما سجل 4 اهداف في تصفيه الكاس، دونك يوصل ل 18. هو لقاء طويل سجل هدف متاكد منه وتفرجت فيه الماتش. هو سجل في لقاء سجل 3 اهداف في الكاس بن عروس وثلاث ولا لا سجل في بن عروس ما لعبش. ما لعبش. سجل في لقاء اللي قبله معناه. واضح. باه اي جاوبنا كوتش بسرعه بعد اذنك لانه وقت الاخبار. الكاليتي كما كان يحكي طارق موجوده، تحس العقليه حكيت معه برشا الولاد قربت له برشا ولا جينيرو العقليه كي تشوف ثم موتيفاسيون بين المدرب والملاعب اللي طموحك تنجم تعطي مع اكثر كما قلت انت تفيق بك ليكيبات الكبيره. الولاد حس بقيمته ولا مركز على الخدمه نتاعو والحمد لله نجح ومشكورين. ديما نرجع ونقول اللي عملوا له الفورماسيون مش خاطر طارق عليكم ولا ديما راني نرجع اللي عملوا الفورماسيون الملعبيه خاطر هذيك اصعب فتره. شكرا لك يعطيك الصحه سي لطفي القادري موافق ان شاء الله ورسميا سيواصل مع شبيبه العمران. بارك الله فيكم يعطيكم الصحه محللينا الفنيين سي طارق الحذيري شكرا لك. ربي يخليك.